شهر رمضان هو شهر صيام، شهر النظام، ماشي شهر الطعام، لأن كثير من السيدات كيمشي لهم الوقت في إعداد الطعام، التفنن في المأكولات، في المشروبات، حتى يوصل بها الوقت إلى أذان المغرب، فتكون ضيعت عليها مجموعة من الطاعات، من عبادة، من صلاة، من ذكر، من قراءة القرآن. على المرأة أن تحفظ وقتها في هذا الشهر الفضيل، لأنه مناسبة سنوية، يعني لا تتكرر إلا مرة في السنة. أن تقتصد في الطعام، مش بالضروري هذيك المأكولات كاملة، صنف أو صنفين مما يكفي، ولتعاون أهل البيت على إعداد الطعام باش كل واحد يتفرغ للعبادة ديالو. الأوقات تضيع في الليل، في المناسبات، في العزومات، في الضيافات، وفي مشاهدة التلفاز، وتقضي الليل كله حتى قبيل الفجر في هذه الأمور هذه اللي كان الأولى بها أن تحييها المرأة والنساء في عبادة الله، ذكره، قراءة القرآن، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من النساء في حال الحيض والنفاس تظن أنها يعني في رخصة من كل الطاعات التي تقربها من الله سبحانه وتعالى، في حين أن مثلا الحائض لها أن تقوم مجموعة من الطاعات، من ذلك الذكر والدعاء وقراءة القرآن مثلا في المصحف المجزأ، أو على القول الصحيح أن تقرأ القرآن من دون مس للمصحف، إلى غير ذلك من الأمور التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل. أيضا نلاحظ أن النساء يشتغلن كثيرا في الأواخر، العشر الأواخر من شهر رمضان، في التهيئ للعيد وتسوق في والتسوق والتجول في المحلات التجارية لأجل أغراضهن وأغراض أولادهن، كان الأولى لهن، وهذا مخالف لهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر التي كان يجتهد فيها ما لا يجتهد فيه غيرها. كان الأولى لهن أو الأولى لهن أن يشترين هذه الأغراض في قبيل شهر رمضان أو عند في الأيام الأولى من الشهر الكريم، لا في العشر الأواخر. الحاصل أنه ينبغي أن على النساء أن يحفظن أوقاتنا في هذا الشهر الكريم، والله أعلم.